أن تحل ضيفاً على دمشق لن يكفيك أن تزور قاسيونها أو جامعها الأموي الذي بناه عبد الملك بن مروان، ولن تكتفي أبداً بزيارة أسواقها القديمة المغطاة التي تقدم لك كل ما تشتهيه بسعر رخيص وبجو بسيط ومميز. فالغوص في تفاصيل دمشق القديمة يغريك بالمشي في هذه الدروب التي تأخذك إلى حاراتها العتيقة، لتقف أمام بيوت تسول لك نفسك أن تقرع أحد أبوابها لترى كيف يعيش الناس حقيقة في الداخل. فدمشق معروفة ببيوتاتها الجميلة التي تضيق أبوابها من الخارج لتفسح عن جناتها في الداخل. حولت معظم هذه البيوت لبيوت ثقافية وسياحية لما فيها من فن معماري رائع وزخارف إسلامية لا يمكن أن تراها بهذا الغنى إلا في البيوت الشامية. اليوم شرعت مجموعة من هذه البيوت أبوابها لاستقبال زوارها، ليس كزيارة فقط، بل بات باستطاعتك أن تكون أحد المقيمين فيها بين أهلك وأحبابك. فقد حول عدد لا بأس به من هذه البيوت إلى فنادق تراثية في محاولة للاحتفاظ بالجو الدمشقي الحميم بطريقة ترميم هي الأقرب لشكل البيت الحقيقي، وبتسهيلات خدمية تقدم للمقيم فيها بشكل تشعره بالراحة بعيداً مثلاً عن صعوبة العيش في البيت الدمشقي، لكنها تقدم أول ما تقدم الجو الحميم الذي أصبح يمكن للأجنبي تجربة عيشه في حارات دمشق العتيقة. لما أنا عم بطلع كسايح أمشي بدمشق القديمة، أنا عم شوف كل الحضارات اللي مرقت على دمشق القديمة، أنا عم شوف كل التعددية، يعني كل الموزايك الموجود هو موجود برا، نفس الوقت أنا ملازقة له، بس كمان فتت لجوا على البيت، عشت بجو رايق، ببيئة كررت، يعني ببيئة مكررة بالتاريخ، مو ببيئة مكررة بالمكان، يعني هذا استمرار للتاريخ، بس ما هو ما ممكن أكرره بمكان تاني، يعني ما ممكن أعمل عنه فوتو كوبي بغير بلد، لو عملت عنه ما ممكن عيد دمشق يلي عمره 2000 سنة. ومع انتشار الفنادق في دمشق العتيقة بات جو الحارة الضيق مخترقاً كما يرى بعض سكان هذه المنطقة، من سلبيات سببها تحويل هذه البيوت إلى فنادق ومن قبلها مطاعم. يعني أنا ضد هالشغلات هاي، أنا بتطلع ما بتلاقي حدا بتعرفي، كلهم هجوا هالحارة، كلهم طلعوا غرب كله غرب. من أيام زماننا هون أحلى حارة كانت وغير شكل، هلأ ما عادت حلوة مثل قبل. الجيران اللي عشتي معهم عمر راحوا لوين؟ لآخر الدنيا، ما عم تشوفي هلأ غير عالم وسيارات عم بيحطولنا، حتى عبويتنا ما عم نقدر نفوت. علماً أن هناك شروطاً لمنح تراخيص بناء الفنادق التراثية، فلا يجوز مثلاً وجود مطعم في الدار التراثية، وبالتالي لا يوجد مصدر للسهر وإزعاج الجوار، إضافة إلى شروط إعادة العقار إلى وضعه الأصلي بما فيه من البحر، السقف، الفسحة السماوية، وأن يستخدم في بنائها المواد التقليدية، ويكون عدد الغرف قليلاً. رغم أن أسعار الإقامة في هذه الفنادق تصل إلى 350 دولاراً، لكن تجربة الإقامة في هذه النزل التراثية فرصة لا تعوض. لـ NBC في أسبوع، مي مظلوم، دمشق.